أهلا بكم مشاهدين. تعرضت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية شمال غربي سوريا لضرر بالغ من جراء سنوات الحرب، وأدى اضطرار الفلاحين إلى النزوع عن بلداتهم إلى إهمال الأراضي الزراعية وتراجع المحاصيل. أما في المناطق التي لم تصلها قوات النظام فقد أدى ارتفاع الأسعار الناجم عن انخفاض الليرة السورية إلى زيادة مصاريف حصاد القمح والشعير. وعلى الرغم من هذه الصعوبات إلا أن عددا من الفلاحين أصروا على خدمة أرض حتى في المناطق القريبة من خطوط الجبهة. في شمال سوريا كان هذا موسما للفلاحة، يعلق الفلاحون آمالهم عليه بجنن يكفيهم وعائلتهم سنة مقبلة، لكن الحملات العسكرية للنظام السوري وحلفائه على الشمال أجبرتهم على إهمال مساحات شاسعة من الأراضي. واليوم وعند أول فرصة عاد أبو أحمد إلى بستانه في جبل الأربعين عازما على إعادة إحياء الأرض التي ورثها عن أجداده. صار إنه شروش وجذور بهالأرض، مثل ما هالنبات له جذور، فالنبات ما ممكن يعيش بدون جذور، ونحن من الآخر ما فينا نعيش برا أرضنا. كثير من الفلاحين لم يجرؤ على العودة إلى قراهم في ظل التوتر الدائم شمال سوريا، ومضى الربيع وحل الصيف وحان موسم القطاف. قلة منهم كانت محظوظة إذ تمكنوا من الوصول إلى بساتينهم بعد أن سيطر النظام السوري على مساحات واسعة من تلك المناطق ومنع المزارعين من العودة إليها. الحاج مصطفى الدريعي كان ممن استطاعوا الوصول إلى أرزاقهم، ومن أرضه الواسعة حدثنا عن عمق علاقته بالمكان. لو قعدت بالجنة بلاقي هون أفضل، لأن نحن فعلا عايشين في جنة، كنا عايشين في جنة، يعني ما في شيء ناقصنا إلا ظلم النظام. يحكي الفلاحون عن الأرض هنا وكأنهم شعراء لم تدون قصائدهم، بحرقة يتذكرون أشجارا رعوها كما الأبناء لتذهب بها الحرب من الحياة، ولكن ليس من قلوبهم. يقال إن العواصف تجعل جذور الأشجار تمتد عميقا في الأرض. عن البشر وآلامهم في الحروب تدور الحكايات، وتنسى هذه الكائنات الحية إذ لا لسان لها يروي مآسيها. آلاف الأشجار صمدت، وآلاف أخرى جفت عروقها في شمال سوريا الخصب، لتبقى ملكة العطاء في الأرض في ذيل قائمة خسارات حرب لم تضع أوزارها بعد. إبراهيم تريسي، العربي، جبل الأربعين، ريف إدلب. ومن إدلب نرحب معنا بالسيد أنس الرحمون، وهو باحث في الأرصاد الجوية الزراعية ومحرر صفحة طقس سوريا. أهلا وسهلا بك سيد أنس. إلى جانب ما جاء في هذا التقرير للتو من مصاعب وظروف قاسية تواجه هؤلاء الفلاحين والمزارعين، هناك جانب آخر للمشكلة عدا عن الحرب وهو الحرائق، هذه الحرائق التي تطال المحاصيل الزراعية خاصة في موسم الحصاد وفي شمال غربي سوريا بالتحديد. إلى أي مدى يهدد ذلك المزارعين من جهة والأمن الغذائي للسكان في هذه المناطق؟ اهلا وسهلا بكم، اشكركم على الاستضافه. صراحه اذا اردنا التحدث بما يخص موضوع الحرائق، فالحرائق عاده الان موجوده على خطوط الجبهات وبعمق 5 كيلومتر. عمق 5 كيلومتر وعلى خطوط الجبهات لا تشكل سبب محدد جدا لانحسار انتاج الزراعي والمحاصيل الزراعيه بقدر السبب الرئيسي. السبب الرئيسي الذي يعود الى خساره مناطق شمال سوريا مساحات واسعة من خلال العملية العسكرية الروسية الإيرانية الأخيرة. نحن نتحدث عن خسارة في الإنتاج الزراعي وفي المحاصيل الزراعية، خسارة كمية وخسارة نوعية. خسارة كمية صراحة لدينا مساحات واسعة جدا، سهول ريف حمار الشمالي، سهول خان شيخون وسهول معرق النعمان، وكذلك سرافب وريف حلب الغربي وريف حلب الجنوبي. هذه المناطق الزراعية كانت تشكل تقريبا نسبة 70% من المناطق الزراعية الخصبة المتوفرة فيها المياه والصالحة للزراعة. للأسف ناحية الكم خسر الإنتاج الزراعي هذه المساحات خلال السنة الماضية. أما من ناحية النوع صراحة نحن نتحدث
عن مناطق مثلا كفرنبودي او كفرزيتي او اللطاني، هذه المناطق كانت تعتبر مناطق اساسيه لانتاج البطاطا. وكما تعلمون فان محصول البطاطا يعتبر مصدر غذائي رئيسي لسكان بلاد الشام والسوريين بشكل خاص، طبعا بعد الخبز والارز. الامر الاخر بالنسبه لفساتين الفستق الحلبي التي تشتهر بها مورك على مستوى سوريا، ايضا للاسف خربت جميع هذه البساتين عن الخدمه، وكذلك بساتين خان شيخون. ننتقل الى ريف المعره. ريف المعره الذي كان يشتهر بانتاج المحاصيل الصيفيه كالبطيخ الاحمر والاصفر والخيار والفاصوليا، كل هذه المحاصيل للاسف الشديد انحسرت الاراضي الزراعيه التي كانت تشتهر بزراعتها بسبب سقوط هذه المناطق. أشرت إلى العديد من المناطق، اليوم من المسؤول عن إدارة هذه المناطق؟ وهل هذه المشاكل الزراعية ناجمة بالأساس عن تهجير المزارعين عن أراضيهم أم أنه من جراء التضييق عليهم؟ على صراحة بالنسبة للمشاكل التي يعاني منها المزارع حاليا في الشمال السوري تعود لسببين. السبب الرئيسي شرحته سابقا، يعود لنزوح هذا المزارع وتركه لأرضه وتركه لخدمة أرضه ومحاصيله وأشجاره. السبب الآخر، جميعكم يعلم ما تشهده الليرة السورية حاليا من انهيار أمام سعر الدولار. نحن جميعا نعلم وزملائنا المهندسين يعلمون أن مستلزمات الإنتاج الزراعي من ديزل اللازم لاستخراج المياه للري إلى المبيدات الفطرية والمبيدات الحشرية وكذلك الأسمدة، كل هذه المستلزمات وكذلك أيضا مستلزمات الري بالتنقيط وبالرش، كل هذه المستلزمات للأسف سعرها بالدولار. أما مزارعنا فيقوم بتسويق إنتاجه بالليرة السورية. صراحة خلال شهر رمضان وصل سعر 1 كيلو جرام من الخيار إلى 100 ليرة سورية. صراحة على كل أنس نعم الوضع صعب، ومع انهيار الليرة السورية الفلاحون طالبوا بتسعير المحصول الزراعي بالدولار الأمريكي، حتى الآن يبدو أنه لم تتم الاستجابة لهم، وبالتالي ما المتوقع خلال الأشهر المقبلة فيما يتعلق بميزان الربح والخسارة، وأيضا ما هي الخيارات أمام هؤلاء المزارعين؟ تماما كما تفضلت، بالنسبة اعتمادا على موضوع الميزان التجاري الربح والخسارة، ذكرت أن الإنتاج الزراعي يكون بالليرة السورية ومستلزمات الإنتاج تكون بالدولار. صراحة حاليا صدر قرار من الحكومتين اللتان تديران المناطق المحررة، حكومة الإنقاذ وكذلك الحكومة المؤقتة، بالتعامل بالليرة التركية. صراحة الآن نحن في الأيام الأولى للتعامل بالليرة التركية، فيما لو تم استدراج مستلزمات الانتاج بالليره التركيه وبيع المزارع بمحاصيل بالليره التركيه، فنقول انه جزء من المشكله بدا يحل. اما ان بقي سعر الخضار والفواكه بالليره السوريه والمستلزمات بالدولار او بالتركي، فصراحه نحن قادمون على مشكله كبيره قد تؤدي الى عزوف 80% او اكثر من المزارعين عن زراعه اراضيهم. اشكرك جزيل الشكر انس الرحمون، الباحث في الارصاد الجويه الزراعيه ومحرر صفحه طقس سوريا، شكرا جزيلا.